كلنا بنحب سيارات بي ام دبليو بسبب الراحة في المقصورة، وسائل التكنولوجيا والتواصل، التصميم الشرير، الأداء الرياضي، كتلة معدنية من الهيمنة على الطريق تأسر قلوب الملايين. هذا السبب اللي جعلها بدون منازع الفخ الأول للشباب. أهلا وسهلا بحضراتكم، معي اليوم سان فيدال، معاكم بنتكلم عن التربو. لو طلعنا على بي ام دبليو هنلاقي انه متوسط عمر التربو سنة ونص، يعني 18 شهر، بالنفس الوقت اللي بنلاقي جيرانها من 3 ل 5 سنوات متوسط عمره. او اذا بعدنا شوي وشفنا الفولفو نفس الفترة الزمنية. لو رحنا على السيارات اليابانية المنافسة زي الايفوليوشن 5 ل 8 سنوات متوسط عمر التربو، او الدبليو ار اكس اس تي اي السوبرو يمكن حتى يوصل لعشر سنين. يا ترى السؤال اللي بيطرح نفسه، ليش تربو البي ام دبليو دايما بيتعطل؟ للأسف معاناة أصحاب سيارات بي ام دبليو ميني كوبر كثيرة، ولكن اليوم احنا بنتناول التربو بالخصوص. مشاكل التربو بتبدأ دايما من التبريد، يعني تبريد الزيت. السيارات القديمة كان فيها تبريد زيت، حاليا في تبريد زيت ومي، يعني في كولينج روم للمي وكولينج روم للزيت. فك التربو بيحتاج أخصائيين ومكلف جدا. سيارات بي ام دبليو من الأسباب الرئيسية لتعطل التربو فيها نقصان الزيت وعدم وجود دب ستيك أو مقياس لمستوى زيت المحرك يدوي. قد يسأل أحدهم ويقول لك طب شو علامات خراب التربو؟ أول علامة من خرابات التربو أو تعطله، السيارة بيعودش فيها عزم، يعني بتصير باورلس، بيروح منها الطاقة، بتصير تقيلة. العلامة الثانية شرب بنزين أو ديزل بشكل كبير. هل بيضر إنك تستعمل السيارة والتربو خربان؟ نعم، هيؤدي إلى انسداد في خرط أو حجر البيئة. قال هون يمكن واحد يقول لي أنا بحب سيارات بي ام دبليو، كيف ممكن أتعايش معها بدون مشاكل التربو؟ الإجابة بسيطة عزيزي، إذا أنت كنت بتحب هالسيارة لازم تتبع التعليمات اللي أعطيك إياها حاليا. أول نقطة، لازم تتأكد إنه السيارة زيتها مش ناقص، يعني ما تمشيش على السيارة والزيت ناقص. تاني شيء، انسى نهائيا موضوع اللونج لايف، يعني تغير على 15 و20 ألف. إذا السيارة زيتها بينقص ما تغير لزوجته. ورابعا، اهتم بنظام التبريد تبع المكيف، وغير هيك السيارة ما تطفيهاش مباشرة لما تكون واصل من مشوارك. كان معكم سام فيدال، بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة عشان كل الفيديوهات المفيدة لإلكم جاية في الطريق ان شاء الله. شكرا لمتابعتكم.